مراسل صوت الملايين في لقاء مميز وخاص مع نجم كلنا بنحبه. هاتلي قلبك ده وانا اقول له سعيد يا ابويا على حق، وهو هيكمل لنا مسيرته الاستاذ احمد جوهر. مساء الخير يا نجم. حبيبي، أولا يسعدني يشرفني النهاردة معاك في صوت الملايين، وده يمكن أول لقاء ليا لايف. صوت الملايين، صوت الملايين، صوت الملايين. فده أنا فرحان بيها جدا يعني، ف منورين يعني، مش هقول أكتر من كده يعني. يا نجم عاوزين نقول للجمهور تاريخك الفني وأشهر أغانيك، وناخد جولة كده بسيطة في أغانيك الجميلة. هو طبعا لو اتكلمنا على التاريخ والهيستوري بقى كله، تاريخ كبير جدا طبعا، ده عايزه كذا حلقة يا غالي. لكن نبدأ بالسريع كده. أنا أحمد جوهر، طبعا أحمد عبد الفتاح جوهر، من مواليد الأقصر، واللي كان شيخ وكان قارئ قرآن ولحد ما خدت الثانوية العامة. ده سريع أنا بقول كده أهو. والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بالهرم قسم أصوات، وكنت من المفارقات الحلوه برضو اني دخلت فرقه ام كلثوم للموسيقى العربيه، بس كنت اكتر في فرقه الانشاد الديني، كنت منشد، كنت سوليست على طول يعني. وكان بيدربنا الشيخ رحمه الله عليه، الشيخ ناصر الدين طوبار، والاستاذ عبد المنعم الحريري، ومن بعدها فرقه الفنان مجدي الحسيني، كان عامل فرقه استعراضيه غنيت فيها غنوه قديمه اسمها البيض الاماره للراحل عبد الغني السيد. وبعدين التحقت بقى مع شركة صوت الحب EMI، قضيت معاهم معاد. بعدين مرحلة القوية جدا مع حميد الشاعري في أغنية هات لي قلبك ده وأنا أقول له البعيد لازم نوصل له، اللي راح ونسي محبتنا اللي جاي إن شاء الله هيحل محله، محله محله. حبيبي يا نجم، قول لنا آخر أخبارك إن شاء الله. اخر اخباري ان شاء الله، هو طبعا انا يمكن كنت بعدت شويه بعد البوماتي واغانيه مع هاي كواليتي ومع حميد ومع الدكتور اشرف عبده، من اوعدك يا ملاس من لام الناس عليا، شبكني الهوى صعيدي، الله عليه العوض. في حاجات كتير كنت عاملها، بس اخر حاجه كنت بعتز بيها جدا اللي هي فيلم البي رومانسي، كنا داخلين حاجه جامده يعني مع اخويا الفنان تامر حسني، هو اللي ملحنها هو اللي كاتبها، اللي هي محدش يمشي بعد البوفيه، كانت بطولة محمد عادل إمام، حسن حسني، لبلبة، باسم سمرة، دومونيك، مدحت تيخة. فكان من الحاجات اللي بعتز بيها يعني أغنية فيلم البي رومانسي، وإن شاء الله في حاجة جديدة كده ربنا يسهل يعني نعملها، وإن شاء الله مع تامر حسني برضه نعمل حاجة. ان شاء الله يا نجم النجوم، فأوعدكم كده في حاجة جديدة إن ان شاء شاء الله. الله. ان شاء الله احنا سعدنا بوجودك معانا، ودي حاجة تشرفنا. فنان محترم مؤدب، صوت صعيدي، جاي من الأقصر، موفق، وربنا يكرمك، وان شاء الله لنا لقاء اخر. حبيبي ربنا يخليك، ومتشكرين على وقتك الثمين ده، ويومك كله خير وسعادة يا حبيبي. مرسي جدا، كل سنة طيبين. حبيبي.